اللهم صل وسلم وبارك واكرم وانعم على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. لسه مواصلين معكم في هذا الدفق ومشاهد الاحتفالات المختلفه لكل مكان محموله الثقافي، وتتجدد مظاهر الاحتفالات سنويا بمولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونامل ان تستمر هذه الاشكال حتى يعني تعم ارجاء الوطن الحبيب، وايضا ننشر الثقافه، ثقافه الاحتفال، ونجدد عهد المحبه والموده ما بين احنا كمسلمين. هذه الأيام العابقة المباركة بذكرى مولد الهدى والنور الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونحن في ميدان المولد النبوي الشريف بسجادة. هذه الليالي العطرة المباركة مع خيمة السادة المكاشفية، خيمة الشيخ مهدي الشيخ الطيب الشيخ عبد الباقي المكاشفي، هذه المشاهد المباركة للطريقة المكاشفية. عليك المعظم شان هنا الكفر يدم حشان، الله هو الله يلا يلا لا نشريك ولا ننسى أبو الله. طيب أصحاب الكرام العشرة يلقى بهم حسين البشرى، أي يرد حالنا نشرى طيب الإنفوس بلا حد نشرى، الله هو أعيب ما لك ونحمد ربي بشعبي علينا وربي، الله ابن وحمى لدن القرب أما أحلي ولا نغشوه، الله يلا يلا ألو لا نشرك ولا ننسى ألو، الله هو أعيني الله عز وجل عن جمري الفوى روح الله، الله 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 جل جلاله لا نشريك ولا نمسى له، أعيت الله مختار الله على علي الأسد الله، يا الله أين الحسين الهاب لله زد العبد ورفيع الله يلا يلا ألو لا نشريك ولا ننسى ألو، الله أين الكاظم أستاذنا موسى صادق نباكر. قراءة مولد البرازيلي والمدائح النبوية ونوبة الطريقة المكشفية المميزة في الأداء والأذكار ثم مدائح أبناء الشيخ مهدي الشيخ المكاشفي.